هذا ما ستبدو عليه سيارات أوبر الطائرة قريباً. كما باقي الشركات التقنية، استغلت شركة أوبر فرصة انعقاد مؤتمر التكنولوجيا الأول في العالم سياس 2019 في لاس فيغاس الأمريكية من أجل تقديم آخر مستجدات مشروعها الثوري للنقل. المشروع الجديد الذي تعمل عليه شركة أوبر بالتعاون مع شركة بيل، ويرتكز على صناعة سيارات أجرة طائرة لصالح شركة أوبر، وذلك من أجل تطوير مجال النقل. وستكون سيارة الأجرة الطائرة من نوع بيل نيكسس تعمل بالشحن الكهربائي بشكل كامل، ومن المنتظر أن تكون سيارة الأجرة الطائرة الخاصة بأوبر جاهزة في العام 2023، لكن سيبقى أن نعرف ما إذا كان سيكون مسموحا لها بالطيران فوق المدن في المستقبل القريب. هذا ما سوف يكشف عنه المستقبل في السنوات القليلة القادمة.